السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفيديو ده يهم كل بيت في مصر عنده راوتر، طبعا بالاخص هنستخدم في شرح ده راوتر وي. وانا عارف ان في مثلا حد متطفل ممكن يجي يقولك انا محتاج باسورد الواي فاي بتاعك انت، طبعا فوق استخدامك لباباك ومامتك واخواتك. فانت تلاقي مثلا حد من بره يقولك معلش انا عايز باسورد الواي فاي عندك، فانا اقولك على طريقة ازاي تخلي عنده علامة الواي فاي ظاهرة لكن مفيش انترنت عنده. هنبدأ كده مع بعض نحدد الأجهزة اللي تتصل عندك بالراوتر بتاعك، وما نحددش أي أجهزة تانية أو شخص غريب أو أي حد متطفل أنت مش عاوزه، أنت على طول هتعمل له بلوك في الفيديو ده. تابع معايا كده الشرح للنهاية، لكن ما تنساش الأول تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اهلا بكم. دلوقتي في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي تقدر تحدد الاجهزة اللي تقدر تخش عندك على الراوتر بس، او حتى كمان تختار الاجهزة اللي هي داخل عندك على الراوتر وتعمل لها بلوك لو انت مش عايزهم. طيب دلوقتي هنتنزل تطبيق اسمه يو سي براوزر اللي موجود على متجر جوجل بلاي. اضغط عندك على التطبيق وهتلف في ظهر الراوتر، هتلاقي فيه لزقه ورا مكتوب عليها اللي هو الادمن بتاعك او اليوزر نيم بتاعك، بس كل عليك بس بتكتب 192.168.1.1 زي ما انت شايف كده. حاول اكتبهم برضو بايدي انا علشان انت تفهم بالظبط. دوت 192.168.168.1.1. بعد كده بتروح هنا عندك على الذهاب وبتختار تحت هنا حاجه اسمها اكمل التصفح. من هنا برضو بتكبر علشان يظهر اليوزر نيم والباسورد اللي هتلاقيهم موجودين في اللزقه اللي في ظهر الراوتر. هتلاقي مكتوب ادمن وهتلاقي الباسورد بتاعك تحته بيبدا باول حرف منه الكابيتال. وبعد كده بعد ما تيجي تكتب الادمن والباسورد بتاعك اضغط عندك على كلمة لوج ان. تمام. بعد ما تيجي تفتح الصفحة اللي قدامك دي، احنا عايزين نعرف كم عدد الاجهزة المتصلين عندك في الراوتر. كل عليك بس بتروح عندك على حاجة اسمها لان ديفايسز، اضغط عليها ضغطة كده، هتلاقي في جهاز هنا متصل معاك، ده جهاز كمبيوتر متصل عن طريق اللان. ولو عن طريق الواي فاي بتضغط عندك على دبليو لان ديفايسز، هتلاقي في جهاز هنا تم الاتصال به عن طريق الواي فاي. وانا احاول كده ان انا اخلي جهاز تاني يربط معايا علشان يكون يعني الصورة معاكم واضحة شوية. فانا مثلا اخلي فيه تليفون تاني معايا اهوت، اخليه مثلا يربط على الاكسس، او عفوا يربط على الراوتر زي ما انت شايف كده، هيظهر معايا جهاز تاني. ده طبعا كده جهازين رابطين معايا. ممكن انا مثلا داخل جهاز عليا متطفل، الجهاز ده انا عايز احذره، اعمل له حظر، او اخليه احدد الراوتر بتاعي يخش له مثلا اجهزه ايه وما يخشوش اجهزه ايه. فانت كل عليك بس بتروح عندك على حاجه اسمها هنا الانترنت، اضغط عليها فوق هنا. بعد كده بدور على حاجه اسمها سيكيورتي، وبعد كده بتروح عندك على فوق هنا اللي هي الفلتر. تمام، اضغط عليها. وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها ماك فلتر، اضغط عليها ضغطه كده. وبعد كده بتكتب بقى اسم الشخص اللي انت عاوز تعمل له مثلا حظر. ولنفترض مثلا هخلي شخص مثلا غريب، هنخليه مثلا محمد. تمام. وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها سيلكت فروم اللي هو الاسوسييتد ديفايسز، الكلمه دي هتضغط عليها. وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها الهوست نيم، هتلاقي فيه ثلاث اجهزه عندك، اختار الجهاز اللي انت عاوز تعمل له حظر. دلوقتي هختار مثلا الجهاز الغريب اللي دخل على التليفون، او عفوا على الراوتر بتاعي، فرضا ان انا اختار الجهاز ده. وبرضو بروح عندي على كلمة سيلكت دي، برضو اختار تحت برضو الجهاز ده. تمام. وبعد كده بتعمل كلمة ابلاي، وبعد كده بتروح عندك فوق هنا على حاجة اسمها الماك فلتر دي، لو معمول لها اوف انت عمل لها اون بس، خلي بالك من النقطة دي. وبعد كده بتعمل كلمة ابلاي، وبكده انت عملت بلوك للجهاز اللي هو دخل على الراوتر بتاعك، او المتطفل اللي دخل على الراوتر بتاعك انت. حتى كمان هيظهر له فوق هنا علامة الواي فاي، لكن مش هيقدر يخش على اليوتيوب ولا يفتح اي حاجة خالص، يعني انت كده قفلت عنه النت وبس، علامة الواي فاي عنده ظاهرة. حتى كمان هو ما يزعلش منك انك عملت كده، وممكن تتحجج ان النت عندك اصلا مش شغال، لكن هو شغال على تليفونك انت بس. طبعا الطريقة دي 100% شغالة. حتى كمان لو انت عاوز تشيل الحظر، بتروح عندك على علامة سلة المهملات اللي فوق دي وبتعمل له ازالة للحظر هنا. وبعد كده بتروح عندك على الماك فلتر دي، تعمل لها اوف، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة ابلاي. طبعا ده انت لو في حالة انت هتشيل بقى الماك بتاعك. طيب دلوقتي ونفترض انك في ماك ومش ظاهر الاسم بتاع التليفون، فانت عايز تعرف الماك بتاعك انت، خايف تحظر نفسك او تحظر التليفون اللي قدامك. كل اللي عليك بس بتروح عندك على الضبط، بتنزل تحت خالص على حاجه اسمها هنا حول الهاتف،
وبعد كده بتروح عندك على معلومات البرنامج، وهتلاقي بعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها معلومات الحالة، وهتلاقي هنا عنوان الماك لشبكة الواي فاي اللي هي الماك بتاعك انت، الماك ادرس، علشان ما يحصل لكش اي مشاكل في الراوتر او التليفون بتاعك انت خايف انك تحظر نفسك. وكده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة ودمتم بخير، مع السلامة.